علينا حاجات كتير جدا، بتعلمنا ازاي نعرف نحب ربنا قوي، بتعرفنا نبقى قريبين من ربنا قوي، بتعرفنا قيمة حاجات كتير من سوء الله سبحانه وتعالى. الأول أول حاجة بتعرفنا حكمة ربنا في الكون نفسه. الموسيقى أصلا بدأت من عند ربنا سبحانه وتعالى، بدأت من عند صوت العصافير، بدأت من عند صوت المية، بدأت من عند صوت الموج البحر، بدأت من صوت الهواء في الجبل. كل دي موسيقى على فكرة، فالموسيقى أصلا من صنع الله سبحانه وتعالى. إزاي بدأت فكرة الموسيقى أصلا؟ فكرة الموسيقى أصلا بدأت لما الإنسان عرف يعني إيه ربنا، عرف يعني في إله، عرف إن هو مش لوحده في الكون، وعرف إن في الكون ده إله هو اللي بيرزقه بالأكل وبالشرب وبالنعمة. يعني بالتدريج كده الانسان بدا يفهم ان هو مش لوحده في الكون، فيه اله هو السبب في كل النعم اللي هو فيها. ففكروا بعد كده انهم يقدموا حاجه لربنا، عايزين يقربوا من ربنا، يقربوا له ازاي؟ بفكره ان هم يعملوا حاجه بيسموها الترابين، وكانوا بيكتبوها على جدران، وكانوا بيكتبوها على لوح، وكانوا بيكتبوها على برديات، تناغمات موسيقيه برضه بيبعتوها لربنا او بيتضرعوا بيها لربنا او بيقربوا بيها لربنا. جاب من هنا فكره الموسيقى اصلا. كانوا بيشكروا ربنا او بيغنوا لربنا سبحانه وتعالى زي الصلوات كده عندهم، حفظاتهم هم فكرهم هم اكنها صلاه. دي بدايه فكره الموسيقى اصلا، ان هم كانوا عايزين يقربوا ربنا، كانوا بيعملوا حاجات على شكل اغاني يتقدموا بيها لربنا او يشكروه او يطلبوا منه حاجه، او عايزين يطلبوا منه حاجه برضه، او يشكروا ربنا سبحانه وتعالى. كمل هي فكره الموسيقى.